ما الذي يجعل الوحدة الألمانية صامدة وهي كانت في نفس العام الذي كانت فيه الوحدة اليمنية؟ ومما يؤخذ على التجربة اليمنية هو ما يمكن أن نسميه الاستعجال في الإجراءات التحضيرية للوحدة. أما عزمتنا الحقيقية هي في إدارة الملف اليمني منذ العام 90. إذا لم يكن الحوثي قد انقلب على الدولة اليمنية ولم يسقط الدولة اليمنية، هل كانت اليمن ستصل إلى المرحلة التي فيه تخشى على الوحدة من الموت؟ كل ما يجري أمامنا جميعا هو نتاج لشيء واحد في البداية، هو الانقلاب على الدولة من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية. هل تعتقد أن هذا هو آخر عيد يحتفل به اليمنيون للوحدة اليمنية؟ يعتمد علينا كيمنيين، يعتمد علينا كقيادة، يعتمد علينا كنخبة سياسية، يعتمد علينا كشعب. ماذا لو سقطت مأرب في يد الحوثيين؟ هل أننا نتوقع أن الحوثي سيزاحمك في سيئون والمكلا؟